تشات من دقة الفوضى إلى إعادة التأسيس. شهدت البلاد هروبا لا نهاية لها بين الأشقة، بما في ذلك الأخيرة التي شهدتها منطقة شمال كانيم في أبريل عام 2021. وفاء للقسم الذي قطعه إلى الأمة وللشعب التشادي عامة، أعطى مشير تشاد رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد الأعلى للجيش إدريس ديبي إتنو للتو أنفاسه الأخيرة دفاعا عن وحدة الأراضي في ساحة المعركة. البلاد أولا، هذا قلق جميع التشاديين بعد انسحاب الخلفاء الدستوريين، فقد تولى الجيش زمام الأمور وتم إنشاء المجلس العسكري الانتقالي وتم الضمان الأمن وإنشاء برلمان مؤقت، وتشاد ظلت تحت قيادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي بعزم نحو سلام دائم. بعد سنوات عاد بعض أبناء الوطن الذين كانوا بالمنفى إلى الوطن خلال المرحلة الأولى من العملية الانتقالية، وتحدث التشاديون مع بعضهم البعض، سياسيون، عسكريون، نشطاء دينيون، ممثلي المجتمع المدني، سكان المدن والريف والحركات السياسية المسلحة وغيرها. تم تقديم العديد من المقترحات وكذا التوقيع على اتفاقية السلام، ومقترح آخر يتعلق بإنشاء أحزاب جديدة لكي يشارك تشاديون جمعا في الشؤون العامة للدولة. وعد رئيس الفترة الانتقالية بالتأمين حتى نهاية هذه الفترة التي تحدد مصير البلاد. وضع السياسيون الذين كانوا بالمنفى أقدامهم بأرض الوطن الأم وانضموا إلى إخوانهم المقيمين في البلاد قبل العودة إلى النظام الدستوري. لمدة عام واحد عملت اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل والسيادي من جمع 1500 تشادي من يمثلون 11 فئة من مختلف فئات المجتمع للمناقشة بطريقة حرة وسيادية لمدة 45 يوما جميع المواضيع المتعلقة بمستقبل الوطن ولاتخاذ قرارات وتوصيات. 50 حزب سافي في تشاد مافي، كلها شنط أخوي أخوك، ويجوا في وقت البتارة يرفعوا الهاتف بتاعتهم يعكسوا الناس لتوحيد الفكرة وعموم الفائدة والخروج بنتيجة تمثل الدولة السيادية. كانتون بخطو في كانتون وما عند باز، انت كان دخلت كانتون ده ما تسوي اتود، عارف محلة، عارف الشعب، حكومة قاعد تخط كانتون عم أرد كبس في الصالة ده مهما هجينا وسوينا كله أنينا أمنا هوا وأبونا آدم كوتهنا الأوين 30% ندور 7%. قاعدين تشوفوا مصير تو الانديكابي سيلفو بلاي الانديكابي أنتم بكانوا كان قتلوا ليك زول كل ألم ده أفو عام، لماذا تخلقوا لنا مصيبة تجي تشتتنا قانون الأسرة دي ما مصيبة دايرين تشتتونا سونا مال العام، ومنهم المرتجهين هم كلهم مسؤولين في هذه الدولة. كل المستندات والوثائق باللغة العربية في جميع مؤسسات الدولة، ويجب أن يكون التعيين في المناصب حسب الكفاءات. سير سير. وبهذا أعلن اختتام فعالية الحوار الوطني الشامل والسيادي، فليحفظكم الله ويحفظ بلاد توميتشات، وأشكركم.
أنهى الحوار الوطني شامل الفترة الانتقالية الأولى التي قادها رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وخرج بقرارات ولدت فيها حكومة وحدة وطنية، كما تم زيادة أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي ضم السياسيون العسكريون السابقون والتشاديون بالخارج وممثلي جمعيات المجتمع المدني الأحزاب السياسية المختلفة. وهي فترة انتقالية جديدة مدتها سنتان، وقد تم في جميع هذه المؤسسات تمثيل النساء الشباب تمثيلا صحيحا. 7 أحزاب سياسية من أصل 230 حزبا سياسيا في جهة رافض للحوار الوطني الشامل والسيادي حاولوا من خلال أحداث التمرد في 20 أكتوبر وقف مسيرة الانتقال دون جدوى. لقد قربت هذه المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية التشاديين ككل مع بعضهم البعض، وخلال الفيضانات التي سببها ارتفاع منسوب مياه نهر شري سادة التضامن الواضح، حيث أن الشعب التشادي وفي طريقته الرئيس الانتقالي وجيشه والمنظمات غير الحكومية وشركاء تشاد أظهروا تضامنهم مع ضحايا الفيضانات من بداية السيول حتى نهايتها من خلال المساعدات المعونية والمادية، بالإضافة إلى مساعدة الفئات المحتاجة الأخرى من السكان. في تشاد الجديدة هذه لا ينبغي أن يكون أحد فوق القانون، بما في ذلك رئيس الجمهورية الذي هو ضامن العدالة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. على العدالة، هذا المشروع الكبير الذي كان في قلب الانتقالية بات ظاهرا، حيث تم التعهد بالتزامات قوية ومنح العفو الرئاسي لمئات من متمردي جبهة الوفاق ومتظاهري على 20 أكتوبر خير مثال على ذلك، كما يعد دليل على حسن نية السلطات العليا من أجل مصالحة ناجحة. تم إعادة استئناف مشاريع البنية التحتية المتوقفة لفترة طويلة وتوظيف الخريجين على مستويات مختلفة، وتسير البلاد على شكل مستقر وستتحقق الأمل. على عودة إلى النظام الدستوري، وفقا للجدول الزمني الانتقالي من خلال لجنة تنظيم الاستفتاء التي تعرف بالكونيريك، التي تضم أحزابا سياسية بما في ذلك الفيدراليين وممثلي النقابات الشباب والنساء والسياسيين العسكريين والجمعيات المدنية. وسيحدد الاستفتاء على الدستور شكل الدولة وستتبع الانتخابات وقبلها تعيين أعضاء اللجنة الانتقابية المستقلة، كما تم إنشاء إطار وطني للتشاور مع الأحزاب السياسية التزاما بمخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي. إن نهضة تشاد وإعادة بنائها يكمن على إرادة أبنائها بمختلف المستويات، ويجب على كل مواطن أن يلعب دوره من أجل تشاد التي تحظى بإعجاب جيرانها كما هو منصوص عليه في النشيد الوطني، كما أن العملية الانتقالية تسير بخطى جيدة لإعادة بناء تشاد.